هذه المشاهد هي الأولى في عملية التطعيم الاختياري بلقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا بعد حصوله على موافقة الطوارئ، فهذه الجرعة ستعقبها أخرى بعد 3 أسابيع، وكان هؤلاء ضمن أول من خضعوا للحقن باللقاح. صحيح النتائج يعني مش كتيرة في الموضوع ده، لكن النتائج اللي موجودة على النت لغاية دلوقتي إن هي فعلا بتحمي بنسبة كبيرة. كل الدول اللي وصلت للقاحات المتطورة دي ونسبة نجاح ب 96% والكلام ده كله كانت بتعمل تجارب، وكانت الناس كتيرة جدا وخصوصا من الأطقم الطبية بتتطوع علشان يوصلوا للدرجات دي. ومن الغد ستتوفر اللقاحات للأطقم الطبية في أنحاء مصر عبر المستشفيات المختلفة. احنا سجلنا هذا اللقاح في هيئة الدواء المصرية، وفي 3 لقاحات في طور التسجيل، وشارفوا على التسجيل خلال أيام معدودة. طبعا جهود الدولة ان احنا نحمي الأطقم الطبية، ودي من أولويات الدولة المصرية. ومن المقرر أن تصل الخميس المقبل أول شحنة من لقاح أسترازينيكا الذي تعاقدت مصر على شراء 20 مليون جرعة منه، بالإضافة إلى شحنات أخرى من لقاحات متعددة ستصل تباعا. احنا عندنا 50,000 جرعة على أرض مصر يكفل تطعيم 25,000 مواطن. مش هندي يعني فيش مواطن هيحصل على الجرعة الأولى إلا والجرعة الثانية متوفرة لدينا إن شاء الله. يعني مع ورود الدفعات الأخرى، عندنا دفعة أخرى من لقاح سينوفارم جاي آخر الأسبوع، عندنا أيضا دفعة أولى من لقاح أسترازينيكا بنهاية هذا الأسبوع، وهيات لهم أو يعني في دفعات متتالية أخرى هتيجي، هنستكمل رحلة التطعيم لكل المواطنين بإذن الله. وتحتل الفرق الطبية الصدارة في عملية التطعيم، يعقبها أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن انتهاء بالأصحاء. خطوة جديدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خطوة يأمل المصريون أن تحاصر الوباء الذي كان سببا في إصابة ووفاة الآلاف منهم خلال الفترة الماضية. أحمد مصطفى الغد، محافظة الإسماعيلية.